لو فاهم ان الجولدن ريتريفر احلى كلاب الاسترداد، يبقى انت اكيد ما شفتش الكلات كوتد ريتريفر، كلب الصيد اللي تم تطويره ببريطانيا عشان يشتغل صيد في البر والبحر كمان. الفلات كوتد ريتريفر كلب متوسط في الحجم، فالذكر في السلالة دي بيوصل ارتفاعه ل 62 سنتي، وزنه بيوصل ل 36 كيلو جرام، والنتاية بيوصل ارتفاعها ل 59 سنتي، وزنها بيوصل ل 32 كيلو جرام. الفلات كوتد ريتريفر تميزه عن الجولدن ريتريفر في شكل الراس والبوز بشكل اساسي. فالفلات كوتد ريتريفر راسه بتحس انها كتلة واحدة مع بوز الكلب، لان نقطة الاستوب اللي تفصل ما بين بوز الكلب وجمجمته خفيفة جدا. ثانيا، عظم نهاية الجمجمة عند الفلات كوتد بيكون مش واضح، لكن الجولدن ريتريفر بتحس ان راسه مدببة من عند قفا الكلب. ده غير انك تقدر تميز ما بينهم في الالوان، لان الفلات كوتد ريتريفر في منه 3 الوان اساسية، وهي الاسود واللون الكبدي او زي ما بنقول عليه الشوكلت واللون الاصفر. وكمان اللون الاصفر هيكون نادر جدا لانه مش بيدخل مسابقات، والاشهر فيهم هو اللون الاسود. الفلات كوتد ريتريفر كلب ذكي جدا وقوي ونشيط وسهل التدريب، ولطيف مع الاطفال ولطيف مع الحيوانات التانية، وبيحتاج مجهود يومي لتفريغ طاقته. كمان خد بالك انه كلب فرو طويل، فبيحتاج مجهود في العناية بيه، وكذلك معدل التساقط بتاع فروه اعلى من المتوسط. ده غير ان الكلب نشيط وحيوي جدا وبيعمل دوشة كتير، ومع قوة عض بتوصل ل 20 كيلو جرام على السنتيمتر المربع. فالكلاب دي بتعيش من 8 ل 10 سنين، والنتاية بتشيل من 4 ل 8 جراوي في البطن الواحدة. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي.